السلام ورحمة الله وبركاته. كل ما تقول ده والصيد والزمالك هو اللي متخيل. يابا اللي انت بتقول ده. كل ما تقول ده انت والزمالك مشيت السبت. يابا لسه كسبانين يابا دلوقتي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو انتوا ما شلتوش بالستة؟ يابا وطي صوتك وانت بتقول ولا ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ لا ما انتوا شلتوا بالستة صح. يا عم احنا كان زمان يابا، احنا في دلوقتي. لا دلوقتي برضه شو بتشيلوا بالتلاتة. لسه متعادلين ما عرفتوش تكسبوا. كل ما تقول ده والزمالك مشيت بالتلاتة. يا ابويا هو جمهور الاهلي كده؟ تقعدوا تشتموا وبتاع ما تعرفوش تعملوا حاجه. يلا بقى منه يلا يابا. كل منوحه وانت اللي حصل من سموحه. يا عم من الحاجه دي من هنا بقول لك. يا اللي واخد على عينك تلاقيني مستني يا ابن مزاج. يلا بقى من الحاجه دي من هنا بقول لك. انت راجل كبير. بص وانا بتكلم حاجه غلط. ايه اللي حاجه غلط؟ يلا يا عم بدل ما اخد منك فلينا ده اقطعها. وانا بنتكلم عن طب يلا يا عم امشي من هنا بقول لك. يلا يا عم قول عيش وانت اللي حصل بالطلاق الجيش. هنتفرج عليكم في كاس العالم ورينا هتعملوا ايه يا اخويا. هنشرف مصر كلها. وريني كده هتعملوا ايه. احنا الابطال. مفيش غير غيركم هتشرفوا مصر. انت اسعى اهلي. الزمالك في القلب يا ابويا. انت اسعى اهلي. الزمالك في القلب. تسعى.